وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد فارس الكوهجي، مستثمر في برنامج بيبان. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة. كيف ترى تفاعل وابتكار المشاركين للحصول على هذه الفرص الاستثمارية؟ مرحبا. في البداية أمسي عليكم الخير وأشكركم على هذا الاستضافة. بالنسبة لبرنامج بيبان، أنا كمستثمر أحتز وايد المشاركة في هذا البرنامج الشبابي المتميز. البرنامج اسمه بيبان، وهو فعلا فتح الباب أمام الشباب لعرض أفكارهم الاستثمارية والترويج مشاريعهم أمام الكثير من المستثمرين في الخليج والوطن العربي. خصوصا أنا وأن البرنامج يعرض على تطبيق شاهد واسع انتشار التلفزيون البحرين، والبعض يعتقد أن المشاريع الاستثمارية مطروحة للمستثمرين الثلاث الموجودين في الاستوديو، ولكن في عدة مشاريع انطرحت في البرنامج نالت على إعجاب الكثير من التجار ورجال الأعمال من خارج البرنامج. وأنا شخصيا عمي أعجبه فكرة أحد الشباب وكلمني، وكان بودي ينفذ الفكرة على أرض الواقع. في أسئلة وتجارب كثير من النوع. الأهم البرنامج مو الاستثمار فقط، وإنما إعطاء الفرصة للشباب لاستعراض قدراتهم وابداعاتهم وأفكارهم الاستثمارية التي تعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم. وهذا اللي يسموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية والشؤون الشباب رئيس والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. دائما ما يحث الشباب ويشجعهم عليه. وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الله يحفظه قال في إحدى كلماته إن إحنا ما عندنا مستحيل، لازم هدفنا يكون واضح وتكون الغاية واضحة حتى نقدر نوصل للمستحيل. وأنا سعيد بمشاركتي في الحلقة الخاصة بقطاع الرياضة، هذا القطاع الاستثماري الواعد واللي يحظى بدعم سمو الشيخ بن حمد آل خليفة النواب الأول رئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس لجنة، واللي يشجعنا ويحثنا دائما على الابتكار والتميز. وهذا مو غريب على أبو فيصل اللي نستمد منه دائما العزم والمبادرة والتحفيز للقطاع الشبابي والرياضي. البرنامج هو مبادرة شبابية وتوفر فرصة عرض المشاريع الاستثمارية في عدة قطاعات، ويوفر برنامج تجربة فريدة من نوعها للمشاهدين للطلاع على أبرز المناقشات والمفاوضات بين المستثمرين ورواد الأعمال بشكل مباشر. والبرنامج يسلط الضوء على الروح القوية التي يتمتع بها رواد الأعمال البحريني وقصص نجاحهم الملهمة، ويبرز ثقافة ريادة للأعمال الفريدة في مملكة البحرين. إضافة إلى روح الابتكار، أنا سعيد جدا للمشاركة في البرنامج، وأنا أكون جزء من هذا البرنامج بهدف دعم البحرينيين إطلاع والتنمية أفكارهم. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. السيد فارس الكوهجي، مستثمر في برنامج بيبان، شكرا جزيلا لك.